السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان، تحية لكم كاملين بدون استثناء. نشارككم معكم إن شاء الله المزرعة الصغيرة ديالنا ديال الدود القبابي اللي كنقدموا للتويرات كما كتشوفوا. اللهم بارك الدود ما شاء الله، راهم واجدين هذا الأكل بالنسبة للتويرات. المقنين كنطيهم لهم هكا حيين كما كتشوفوا، المقنين ها هو اللهم بارك. العشاشة هما هنا، العش لهيه، المقلي هما كيطيرو، والدود هما كنطوه لهم هكا، كنحط لهم الهي في الطاسة ديال الماكلة، مفرشل لهم الرملة والتراب وشوية الشجيرات. وبالنسبة للكانة راكم عارفين كنطيبو الماء مزيان، وساعة كنكبوه على الدود، ومن بعد كنصفيوه ونزيدو نديرو عليه الماء بارد عاوتاني ونصفيوه ونحطوه في الفريكو، ونبقاو نقدموه للطيور مع الباطي، نخلطوه مع الباطي. هذا من اليرقات هما اللي كيتقدمو للطيور. من بعد هاد اليرقات كيكبرو كيوليو هكا، كيوليو شرانق او شرنقات. هذا من بعد كيتحولوا كيوليو خنفوسات هكا، ها الخنافس اللهم بارك. هذا من الخنفوسات، هذا معاوتاني غادي يبيضوا، غير كيبيضوا وكيموتوا. وهذا من الدود باقي تا هو صغير شويه، هنايا الدود يلاه فقصوا هذا وهذا، هنا كذلك باقي صغار شويه. والهي يلاه غلبناها من البارح غراب الهومة، هذا باش كنغربلو به ديك الشرانيق. والغرابل هذم ثلاثة، واحد صغير واحد موين واحد كبير، حسب باش تغرب البيض ولا الدود الكبار ولا الخنافس ولا. والماكلة هي هذي، كنطهم هي النخالة، النخالة أنا عاد درتها لهم دابا هي. وهذه البطاطا، البطاطا كنقطعوها طروفة ونعطوها لهم. وهذه هي المزرعة ديالنا الخوت، هذه المزرعة الصغيرة ديال الدود باش كن نتهلاو في الطويرات. شويه الدود شويه الباطي طبيعيه، الخير موجود، غير الانسان ما خصوش يعجز وصافي، يجتهد شويه واللي بغى يتهلا في الطويرات صافي. ملي غربلناهم ودرنا كل حاجه في طاسه ديالها بوحدها، درنا المنخاله، درنا البطاطا، دابا غادي نغطوهم، نوريكم الطريقه الغطا ديالهم. الطريقه ديال الغطا هي هذه، كنغطوهم بالبلاطوات ديال البيض وصافي، بلاطوات البيض باش كيبقى عندهم الظلام، وثم كيطلعوا الخنافس وكيبيضوا هنا في هاد الخاويات. ومن بعد حنا كنغربلو داكشي كلشي عاود، ودابا غادي نجمعوهم ان شاء الله يا ربي. ودابا الاخوان حنا جمعناهم ودرنا واحد فوق واحد، كيبقى الخاوي هنا يعني ما بين البلاطو والبلاطو. ودابا غادي نغطوهم بواحد الليزر ان شاء الله باش يبقاو مظلمين، هما خصهم الظلام ضروري باش كينجحوا مزيان. وهذا مخليناهم باش نعطيوه للطويرات ان شاء الله يا ربي. وهذا الشيء اللي كاين الاخوان، وتحيه لكم كاملين بدون استثناء.